السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح قصة الاستماع بعنوان النور والظلام. القصة بتدور حول بطلتنا الصغيرة دي، عايزة تعرف إمتى ليه الدنيا بتكون نور بالنهار وليه بتختفي وبيأتي الظلام. اسمعوا كده معايا. عودتنا معلمة العلوم أن نأتي إليها باحثين عن إجابات حول أي شيء نفكر فيه بالكتب. معلمة العلوم معودة التلاميذ والطلاب بتوعها إن أي حاجة مش عارفين إجابتها إن هم يروحوا يدوروا على الإجابات في الكتب. وأنا أتساءل كل ليلة حين أذهب إلى فراشي لماذا يأتي الظلام؟ وأين تذهب الشمس المضيئة كل يوم؟ بطلة القصة اللي معانا كل يوم وهي رايحة تنام بتسأل هو ليه بيأتي الظلام؟ ليه الدنيا بالليل بتكون ظلمة؟ الشمس اللي بتبقى منورة طول النهار دي بتروح فين؟ وفي الصباح ذهبت إليها في المختبر وطلبت منها أن تساعدني في أن أجد كتابا عن الشمس والظلام. الصبح أول ما صديقتنا بطلة القصة راحت المدرسة، راحت للمختبر معمل العلوم وطلبت من المعلمة بتاعتها أن هي تساعدها في أن هي تلاقي كتاب يشرح لها الشمس المضيئة دي ليه بتكون مضيئة طول النهار وليه بيأتي الظلام وبتختفي، لأفهم لماذا تذهب الشمس بعيدا عنا. اللي عايزة تعرف ليه الشمس بتروح بعيد عننا، بتروح فين؟ قدمت لي كتابا أكدت لي أنه سيجيب عن تساؤلاتي الكثيرة. المعلمة ادتها كتاب وأكدت لها أن الكتاب ده بالتأكيد أن هو هتلاقي فيه كل الإجابات اللي بتدور عليها، كل الإجابات اللي في أفكارها وكل الحاجات هتلاقيها في الكتاب، كل تساؤلاتها الكثيرة. كان الكتاب ممتعا. صديقتنا بقى بعد ما قرأت الكتاب بتتكلم عنه، بتقول إن الكتاب كان شيق جدا وإن هي حبته ويجيب عن تساؤلاتي، فلم أستطع أن أتركه طوال اليوم حتى عرفت الإجابة ولا ذمته أقلب صفحاته. صديقتنا بتقول إن الكتاب كان شيق جدا وإن هو جاوب لها عن كل التساؤلات والأسئلة اللي كانت بتدور في ذهنها وفي أفكارها. بتقول إن هي ما قدرتش تسيب الكتاب ده طول اليوم لحد ما عرفت إجابة الأسئلة اللي هي كانت عايزة تعرفها. لازمته أقلب صفحاته، فضلت تقرأ صفحة ورا التانية صفحة ورا التانية، وبتبص للصور وأنظر إلى الصور وأقرأ ما تحتها لأفهم أكثر. كل صورة بتقرأ إيه اللي تحتيها علشان تربط اللي بتقرأه بالصورة علشان تفهم أكثر. واجتهدت في أن أنتهي من دروسي حتى أعود للكتاب وأكمل رحلتي معه لأفهم أين تذهب الشمس كل يوم ولماذا يأتي الظلام. صديقتنا بطلة القصة اجتهدت جدا 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 وقعدت تخلص دروسها علشان إيه؟ لازم إن الكتاب ده حاجة ثقافة، المفروض إن هي تخلص دروسها واجباتها المدرسية، ولو عايزة تطلع على حاجة بعد كده زي الكتاب ده بعد ما تخلص دروسها. فهي اجتهدت علشان تخلص دروسها وترجع للإيه؟ للكتاب تكمل معاها رحلتها. عشان تعرف ايه بقى التساؤلات اللي عندها، تعرف ان الشمس بتروح فين كل يوم والظلام ده بيأتي ازاي وليه بيأتي. هذا ما تعلمته من الكتاب. تعالوا بقى نعرف صديقتنا بطلة القصة اتعلمت ايه من الكتاب. ان الشمس تصدر طاقة تضيء بها الارض في المكان الذي اعيش فيه فيكون النهار. اتعلمت من الكتاب ان الشمس دي بتطلع طاقة، الشمس دي بتطلع نور، بتنور بيه المكان، اضاءة في المكان اللي احنا عايشين فيه، فكده بيبقى ايه؟ النهار. احنا عارفين ان الكره الارضيه دي مقسومه نصها نهار والنص الثاني بيكون ليل، ولو النص ده ليل بيكون النص الثاني نهار. تعالوا نعرف اتعلمت ايه كمان. وبعد ساعات، ولان الارض تدور حول نفسها فان الشمس تضيء الجزء الاخر من الارض وياتي الظلام. بعد ما عرفنا ان الشمس بتكون بالنهار بتضيء وبتطلع ضوء وبيكون النهار، بتيجي بعد كام ساعة تمام الأرض بتلف حوالين نفسها تمام، وإن الشمس الأرض بتروح عند الشمس بتلف عندها وبيأتي من الجزء الآخر، فبتكون الدنيا إيه؟ ظلام. طيب وننام ونستعد ليوم جديد. بننام بقى طبعا، إحنا عارفين إن الليل للخلود والنوم والراحة والنهار للعمل. وحين يكتمل الهلال ويصبح بدرا، إحنا عارفين طبعا إن البدر بيكتمل في منتصف الشهر العربي بدرا، ونيون القمر سماؤنا بالنور الفضي الرقيق، عارفين طبعا ان بالليل ان الهلال بينور لنا لما بيكتمل ويكون بدرا بنور فضي. طيب اطمأننت
اتمأنطت وعرفت أن هذا هو نظام الكون، ده النظام اللي بيمشي عليه الكون، إن نص الكون بيكون فيه شمس والنص الآخر بيكون فيه ظلام، نص فيه نور ونص فيه ظلام، ده نظام الكون اللي ربنا خلقه لنا، وهو يساعد الأشياء على النمو. بيساعد مين بقى ان هو يوم؟ بنساعد الانسان، لان احنا لما بنعمل طول النهار وبنيجي بنريح اجسادنا طول الليل، فدي بيساعدنا ان احنا ايه، ان احنا نكبر وننمو. والحيوانات ايضا، الحيوانات طبعا بتسهر طول النهار وبتنام، بتصحى طول النهار وبتنام في الليل. والنباتات، احنا عارفين ان النباتات بتكون محتاجه شمس علشان تنمو وتكبر. طيب النمو بتساعد مين بقى ان هي تنمو؟ الانسان والحيوان والنبات لينام ويكبر ويترعرع. بصوا كده معايا للصورة التانية وتعالوا نقرأ اللي تحتها، لأن احنا اتفقنا ان احنا هنربط الصور بالكلام اللي تحتها علشان نفهم أكثر. دخل والدي في الليلة الثانية، تاني ليلة دخل عليها والدها، وسألني هل وجدت الإجابة؟ عرفتي الإجابة؟ وجدتها في الكتاب كالعادة وأنا سأخرج للنوم. بتقول له كالعادة طبعا، وكزي ما احنا متعودين ان انا لقيت إجابات الأسئلة اللي عندي في الكتاب، وخلاص بقى انا هذهب للإيه؟ للنوم، لان هي عرفت ان النوم ده بالليل بيخلينا ننمو ونزدهر. لانمو وازدهر، ابتسم والدي واطمئن الى انني اعرف طريق الاجابات. والدها فرح بيها جدا وانبسط وابتسم لها كده ابتسامه جميله، واطمئن عليها ان هي بتعرف ان هي تدور على الاجابات في الكتب. انه الكتاب صديق لا يتركك الا اذ تركته، يحمل كل الاجابات ويثير تساؤلات جديده. الكتاب ده صديق للانسان، والكتاب عمره ما بيترك الانسان، لانه هو فيه معلومات كتير الا لو انت تركته وابتعدت عنه وبطلت ان انت تدور على الاسئله اللي بتدور في ذهنك وفي عقلك. الكتاب ده بيشيل جواه كل الاجابات، يعني مثلا احنا لو عايزين نبحث عن حاجه في التاريخ هنروح ندور على كتب في التاريخ فهتدينا اجابات، هنلاقي فيها ان هي بتحمل اجابات عن التاريخ. عايزين نسال عن العلوم، طيب هنروح ندور في كتب العلوم هنلاقيها بتحمل كل الاجابات. طيب يحمل كل الإجابات ويثير تساؤلات جديدة، طبعاً إحنا لما بنقرأ أكتر بيكون عندنا تساؤلات أكتر وبيبقى عندنا أسئلة أكتر عايزين نعرف إجابتها. تعالوا كده نحل مع بعض قصة الاستماع الأسئلة بتاعتها. عايزين نوصل كل صورة لما تعبر عنه، طاقة يعني شمس ونور وإضاءة، نوصلها بالصورة اللي تعبر عنها. المختبر اللي هو معمل العلوم نوصله بمعمل العلوم. قمر، القمر اللي هو لونه فضي متلألئ. النجوم اللي بتنور السماء ليلا. طيب عايزين نعبر عن كل صورة، نكتب عنها جملة. ممكن الصورة الأولانية دي نقول إن الشمس تصدر طاقة تضيء بها الأرض. الصورة الثانية طبعا احنا عرفنا إن الأرض بتدور حول الشمس، تدور الأرض حول الشمس. تاني صورة، صورة القمر، ينير القمر بالنور الفضي الرقيق. وبكده تكون انتهت أسئلتنا، وعايزاكم تعودوا نفسكم ان انتوا اي حاجة عايزين تعرفوها او اي معلومة او اي تساؤل في ذهنكم لازم تروحوا تدوروا عليها في الكتب.